فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة دخلت مكة محرمة وقبل أدائها للعمرة أتتها الدورة، فخرجت من مكة وتجاوزت الميقات رجاء أن تنتهي دورتها ثم تعود، وهي ما زالت على إحرامها. السؤال: هل يلزمها الإحرام مرة أخرى؟ تحرم وهي محرمة؟ ما هي محرمة، والحيض ما يفسد الإحرام، هي محرمة، تنتظر حتى تطهر تغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم.